السلام عليكم، أهلا بكم متابعيني الأعزاء. جريمة مقتل سمية العاضي قتلت زوجة عاقل في العاصمة صنعاء في اليمن. مشهورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولديها حسابات وتحديدا في صنعاء، وتسكن في حي السلام. سمية العاضي نشرت عبر حسابها على فيسبوك عدد بوستات تتهم أيضا لها فيديوهات تتهم عاقل الحارة بالتحرش بنساء الحارة. وقال مصدر أن العادي نشرت فيديو في قناتها على يوتيوب هاجمت فيه عاقل الحارة التي تسكن فيها بحي شملان وتطاولت عليه. وأوضح المصدر أن زوجة عاقل الحارة ذهبت إلى منزل سمية العادي وطلبت منها أن تحذف الفيديو الذي تطاولت فيه على زوجها، إلى أن العادي رفضت. وأكد المصدر أن النقاش احتد وتطور إلى عراك، لتقوم العادي بأخذ السلاح الآلي وإطلاق النار على زوجة العاقل التي كانت حاملا في شهرها الخامس وأردتها قتيلة على الفور. وأشار المصدر إلى أنه تم نقل جثمان الضحية لثلاجة أحد المستشفيات القريبة في حين جرى اعتقال القاتلة العاضي وإيداعها السجن ومباشرة التحقيقات معه. وأكدت المصادر أن تفاصيل القضية لدى الجهات المختصة. وحصل محرر على صور من مسرح جريمة القتل إن لله وإنا إليه راجعون. بشكركم على حسن استماعكم والسلام عليكم.